ازيكم عاملين ايه؟ الجزء التاني من درس اسس التصميم هرجع ونشتغل مع بعض. بس اعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو وسيبوا لي كومنت من كومنتاتكم اللي بتساعدني، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ده الجزء اللي عملناه المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات، هنكمل النهاردة باقي الورقة. اللي ما شافش الجزء الاولاني يقدر يرجع يشوفه. نكمل مع بعض ملامس. طبعا احنا مهما اشتغلنا في الملامس او عملنا اشكال مختلفة منها مش هنقدر نخلصها كلها، لان في الافات الاشكال وانتم ممكن تألفوا وتبتكروا اشكال تانية من مخكم. المهم بس تفهموا ان كل ملمس بيبقى ليه تأثير معين وبيبقى ليه شكل معين. انا بحاول ان انا اجيب لكم اشكال متنوعة، وممكن ابقى اعمل لكم فيديوهات تانية برضو ان شاء الله عن اشكال كتير. لو انتم عايزين اكتبوا لي تحت الفيديو انكم عايزين اسس تصميم تاني، ان شاء الله اسجل لكم فيديوهات تانية. اتكلمنا برضو في الفيديو اللي فات عن احجام القلم الحبر، وان احسن نوع هو اليوني بين اللي انا شغالة بيه ده، او احسن نوع انا جربته. وطبعا باكد عليكم ان انا مسرعه الفيديو في اماكن كتير او في اوقات كتير، لان عشان وقت الفيديو بس ما يبقاش طويل عليكم. المهم يا رب تكون الفكره واصله لكم وتكون الطريقه واضحه بالنسبه لكم. وبرده استنى ان انتوا تكتبوا لي في تعليق ان الفيديو كده كان واضح ولا سريع قوي. لو عايزينه ابطا من كده ممكن انزله لكم تاني ابطا شويه. هسيبكم بقى تشوفوا انا بشتغل ازاي وارجع لكم تاني اخر الفيديو ان شاء الله. وقبل ما انسى، اللي حاسس ان الموضوع صعب بالنسبه له او خايف يشتغل بالحبر على طول، ممكن تعملوا بالرصاص وتقسموا المسافات بالرصاص وبعد كده تمشوا عليها بالحبر. ده للي حابب او خايف يشتغل بالحبر على الورقه على طول. طبعا برضو انا قلت لكم ان التصميمات دي او الملامس دي تقدروا تستخدموها في تصميمات كتير جدا، وفي المانديلا وفي الدودلينج وفي حاجات كتير قوي. وفي ناس بترسم رسومات بالملامس ديت، فيا رب اكون قدرت افيدكم وتستفيدوا منها وتشتغلوا بيها حاجات حلوه قوي.
اخر جزء في الفيديو، الفيديو فصل وانا مش واخده بالي، بس هتلاقوه موجود في الشكل العام وباين ان شاء الله بالنسبه لكم. ما تنسوش بقى اللي مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل. مستنيه رايكم في الفيديو تحت في الكومنتات، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا مش هوصيكم اعملوا لايك للفيديو، وقولوا لي تحت برضو في الكومنتات هل محتاجين اعمل لكم ملامس تانية واشكال تانية ولا مكتفيين بكده. واستنوني فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. على خير.